البداية من ليبيا، حيث أعلن اللواء الليبي المتقاعد المناوئ للحكومة خليفة حفتر موافقته على أي ضربة عسكرية تنفذها مصر لتأمين حدودها حتى لو كانت داخل ليبيا. وقال حفتر خلال مقابلة مع صحيفة مصرية إن موقفه هذا ينطلق مما سماه عجز الحكومة الليبية عن تأمين الحدود مع مصر. وفي الحالة دي هيكون في رد فعل لو من الجيش المصري يضرب. طبعا طبعا نضرب، يعني حضرتك مع الضربة دي؟ أنا مع الضربة حتى داخل ليبيا، ما في. نحن أولا إذا تخلصنا منها لا يمكن إطلاق واحد. إذا تخلصنا من المناطق الموبوءة في درنة، في بنغازي، في جدابية، في سرت، في طرابلس، على الحدود الجزائرية، إذا تخلصنا من هذا كله لا يمكن إطلاقا نسمح لأي منهم أن يقوم بأي عمل باتجاه هذه البلدان.